مو مباراة كملول على بنا ما كانش سهلة، وين فريق المنسخب نصر حسين داي كان لازم باش يربح المقابلة هذه، وحنا ما محنا كنا لازم نربحوا هذه المقابلة. بصحتهم هما، حنا ما درناش بريمي ميتون، مركبنا تروا بيت دوزيام ميتو عاودنا ولينا، مي الحظ كان معاهم، زدنا كاتريام بيت بصحتهم. و بون ماتش هذا فات، خمو الماتش الجاي ان شاء الله اتحاد بسكرة ان شاء الله فيها خير، ما نطلب من الانصار يساندونا بزاف بزاف ويصبروا علينا ان شاء الله. اللي بعد ما تلقينا 3 اهداف دخلنا الفيستيار، موتيفونا البريزيدون لونترينر، وين ما حنا موتيفينا بعضنا اونكيسينا 3 بيت، ما بيان سير نقدروا نوليو في النتيجه الحمد لله ولينا، مي كانت الحظ كان مع نصر، فريق نصر حسين داي دوماج. هذا شنو نقدر نقول لك، الحمد لله الثقه في النفس هذه اول حاجه، ثاني حاجه نشكر المدرب والبريزيدون على هذه الثقه اللي داروها فيا، زملاء تاعي دخلوني بهم في الجروب الحمد لله، مازال الخير قدام، هذا بريمي ماتش ليا، مازال مع الخدمه ان شاء الله زين بروفي، وان شاء الله نقدم كثير للنادي هذا ان شاء الله.